طريق النجاح صعب، ستجد الكثير من العراقيل والناس الذين يحاولون تدمير أحلامك، وستجد القليل من الناس من يدعمك. لكن لا تيأس أبداً، فالحلم ليس مستحيل تحقيقه. لا تنتظر الدعم من أحد، من البشر خاصة. القوة تأتي من الله وحده، وباليقين التام بالنجاح والاستمرار. رغم الظروف لا تيأس من المحاولة، ستفشل عدة مرات لتنجح ربما مرة، وسيستغرق ذلك وقتا. وحتى وإن لم يكتب لك ذلك الحلم، غير أهدافك في الحياة، ولكن لا تعش بدون أهداف. هل يعتبر الفشل جزء من النجاح؟ نعم، نحن خلقنا لنتعلم.